مرحبا طلاب، اليوم راح نشرح Lecture 9 The Oral Region. This is Lecture 10 بالمناسبة على الموقع والألترا. تمام، هسا نبدي بالأوروفيشيال كليفت. الأوروفيشيال كليفت هاي أخذناها مع الكليفت ليب والكليفت باليت بالأمبريو. هي عبارة عن جروب من المال فورميشن، تصير وين؟ تصير يا أما بالليب يا أما بالباليت. مرات تصير بالسوفت باليت، مرات تصير بالهارد باليت. هو هيك شلون مثل الثقب او الشق اللي يصير قلنا بالباليت او باللب. هنا عندنا بالسوفت باليت، شوفوا شلون متاثره السوفت باليت صار بها شق، او يا اما تكون بالهارد والسوفت باليت اثنينهم، هاي السوفت وهاي الهارد. مرات تصير كليفت لب وكليفت باليت، يعني اللب هم تتاثر هنا هيك وهنا كليفت باليت بدون الكليفت ليب، يعني من هنا من يفتح الماوث مالته راح يبين المالفورميشن. The opening may be on one side in the middle or bilateral، يعني مرات نشوفه هنا وهنا، مرات حتى يمتد هيك هاي بالامبريو، و in the middle or bilateral يعني هيك يصير بالنص. هم مرات the opening may extend to the nose، هاي مرات يصعد للنوز. Orofacial cleft lead to difficulty، هاي راح يسبب لنا مشاكل بأشياء هواية خاصة بالفيدينج. مثلا من راح يتناول الطعام، هاي عندنا الكليفت اللي هي السوفت والهارد باليت، هي تفصل لنا الأورال كافيتي عن النيزل كافيتي. فهنا الأكل من راح ياكله راح يصعد لل شو اسمه للريسبيراتور، يعني تراك للمجرى التنفسي مالت النيزل كافيتي، وراح يتأثر. التوث ديفلوبمنت راح يأثر هم على التوث ديفلوبمنت، إذا مثلا صار امتد للهارد باليت كان يأثر لنا على نمو الأسنان وحتى شكلهن. والنورمال سبيتش هم راح يأثر على الكلام والهيرينج. سوفت باليت ليف كليفت ماي افكت ذا ميدل اير، اللي سوفت باليت إذا صار بي من هنا صار بالأوبنينج ممكن يأثر لنا على الميدل إير، لأن نعرف هاي المنطقة قريبة على الميدل إير. ها وهاي هاي الكليفت باليت والكليفت ليب مش اسمه، يعني يكون علاجها سهل، مجرد عمليا نسويها يعني وتصير زينة. هسه الفرينيوم لانجاي، هاي عبارة عن منطقة تصير يعني تفصل من التانك عن عن الفك السفلي. هاي تكون من القاعدة مالت التنغ لحد بدايته، يعني لحد النص مالته، ما يصير لحد بدايته. إذا صارت لحد بدايته راح تسوي لي فد مال مفورميشن، يعني medium fold of mucous membrane that connect the under surface of the tongue to the floor of the mouth. هذا عبارة عن فد fold من الميوكس ميمبرين، هو عبارة عن ميوكس ميمبرين الفرينيوم. connect the under surface of the tongue، قلنا القاعدة مالت التانك راح التانك يعني الطبقة السفلية من التانك راح تسوي لها connection ويا الفلور of the mouth اوكي، يعني تربط لنا ما بين الماوث والتانك. Normally this wall doesn't reach far toward the tip of the tongue، هاي ما توصل لل يعني البداية الماوث للtip of the tongue، sorry مو الماوث، ما توصل لهنا يعني بالنص وتوقف، لأن إذا وصلت راح تأثر لنا على الكلام وراح تأثر لنا هم على عملية البلع، يعني شو راح تقدر تحرك لسانك وتبلع البولس. if it does the tongue cannot protrude outside the mouth، بروتريود يعني معناتها تطلع لسانك يعني لي قدام هيج، هم ما راح تقدر تطلعه، هذا هيج لازمه منه لهنا، فشلون راح تقدر اصلا تحرك. This can be treated surgically by cutting off the excess fold، هاي الطبقه الزايده اللي تقدمت لي للtip of the tongue اقدر اتخلص من عندها بعمليه جراحيه، يعني اسوي لها cutting وتخلص. هسه راح نجي على الهايوغلوسال مسل ريليشن. الهايوغلوسال مسل هي عبارة عن عضلة من عضلات التانك اللي صار يعني بالقاعدة، هي شرحها الدكتور ويا مال التانك، تربط ما بين الهايويد بون والجلوسس اللي هو التانك.
راح نجي نعرف الريليشن مالتها من جوة عندها الهايويد بون. راح ناخذ اشياء تصير لاترال الها واشياء راح تصير ميديال الها. اللاترال يعني سوبرفيشال للعضلة، الميديال يعني ديب. تمام، خلنا ناخذ هسه شنو هي الاشياء اللي راح تصير سوبرفيشال. الاشياء السوبرفيشال الها اللينجوال نيرف والسبمانديبولار جينجليون، راح تكون متعلقة باللينجوال نيرف. لينجوال نيرف يصير فوق أكثر واحد جوه، هاي دائما حتى من أشوف الجثث وهاي أكثر واحد يصير جوه بال يعني بهاي الصور، هو يكون دائما الهايبوغلوسال نيرف. أوكي، وهمات يعني عندنا الفيناي كوميتنت اوف ذا العصب 12 فينز فرونت تانك هذا، والسب مانديبولار داكت. هذني مهمات، هذني وين صايرات؟ صايرات سوبر فيشال لاترال. بينما الاشياء اللي صايرات ديب هو اللينجوال ارتري والجلوسوفارنجيال نيرف والستايلوهايويد ليجامنت. هنا ديب صاير الجلوسوفارنجيال، هو طبعا الشيء النيرف الوحيد الصاير ديب، واللينجوال ارتري هو يعني الارتري الوحيد بهذا الموضوع اللي هو موضوع الهايوغلوسال مسل ريليشن. فانتم محافظين شكو ارتري يتبع الهايوغلوسال مسل وصاير يعني ديب هو اللينجوال ارتري. تمام، لان سوبرفيشال شنو؟ سوبرفيشال ماكو ارتري اصلا، يعني هو يجوز اكو بس يعني بهاي الملزمة هم قرأت ما مخلي. هسا نجي على arteries of the tongue. المين artery مال التونغ هو اللينجوال artery. اللينجوال artery بي مجموعة من البرانشات، أنا حسب قرأتها إنه هن اثنين، يعني dorsal lingual branch والش اسمه هذا sublingual artery، هما branch من اللينجوال artery. sublingual يطي للبيس اوف ذا ماوث القاعدة الفم والسبلينجوال جلاند، اما الدورزال لينجوال برانش فهو يطي للماس اوف ذا تانج، يعني اللي شو اسمه يعني بش اسمه الماس اوف ذا تانج الكتلة مالت اللسان، يعني الجزء الداخلي من اللسان كله. هسه نجي على لنفاتيك كدرينج اوف ذا تانج، هذا اهم موضوع بالملزمة. دكتور قال اكو يوني لاترال الانتيريور تو ثيرد، يهن هذني هاي اللاترال بارت من عدها راح يروح للسبمانديبولار لينف نود والسبمنتال لينف نود، هاي اللي بالبدايه الانتيريور راح تروح للسبمنتال لينف نود، اما اللي بالنص فراح تروح للانفيريور ديب سيرفايكال لينف نود. كم معلومة متأكدة من هم كين قال السبمانديبولار لينف نود، هم هي يعني بالأخير راح تروح للديب سيرفايكال لينف نود، inferior deep cervical lymph node. أما البوستيريور وان ثيرد راح تكون بايلاترال وراح تروح وين؟ راح تروح للسوبيريور ديب سيرفيكال لينف نود. ها، وقال إنه هذا يعني شكو تيومر أو شيء يصير بالتنك فهو يعني بصعوبة ممكن نشيله. ليش؟ لأنه يعني مثل ما تشوفون هواي اكو كلش لنفاتيك درينج خاصه البوستيريور يعني تكون بايلاترال، فشي يعني مستحيل انه تنشال وتنتشر كلش. الهايبوغلوزال نيرف انجري عندنا نوعين، شو اسمه لور موتور نيورون ليجن وابر موتور نيورون ليجن. شنو الفرق بيناتهم؟ اللور موتور نيورون ليجن اذا صارت راح تسبب لنا شنو؟ راح تسبب لنا انه التانك راح يتجه باتجاه الافكتد سايد. يعني مثلا اذا هنا صاير هو اللي شو اسمه اللي هذا الافكتد سايد، العضله اللي صاير بيها شلل، فالش اسمه التانك راح يتجه باتجاهه. بينما الأبر موتور نيورون ليجن راح يتجه باتجاه العضلة السليمة، التانك راح يتجه باتجاه العضلة السليمة. ليش؟ لأنه بالأبر موتور نيورون ليجن راح يصير spastic paralysis of the affected muscle، العضلة اللي راح يصير بيها الشلل
اللي راح تنشل راح يصير اللي راح تصير كلش متشنجة، فشنو ما راح تقدر يعني أبد ما راح يصير ديفيشن لللسان باتجاهه، ما تقدر لأن كلش متشنجة فما يقدر أبد، فيروح باتجاه العضلة السليمة. هسا السنسوري انرفيشن اوف ذا تانك عندنا احنا قلنا انتيريور وبوستيريور، ليش؟ لانه جزء الانتيريور والبوستيريور اللي الامبريولوجيكال ديفلوبمنت مالته يعني يختلف اثناء الامبريولوجيكال ديفلوبمنت الاوريجن مالتهن يختلف. هذا هو الانتيريور شو اسمه الانتيريور 2/3 وهذا البوستيريور 1/3. الانتيريور 2/3 راح يكون الى نوعين من الشسمه نوعين من الاحساس، اللي هو شنو اللي هو سبيشال سنسيشن اللي هو التيست يعني التذوق هو والنورمال سنسيشن. النورمال سنسيشن هذا بواسطه اللينجوال نيرف اوكي، والسبيشال سنسيشن راح يصير بواسطه الكوردا تيمباني اللي هو برانش من شنو برانش من الفيشال نيرف. نيجي هسه على البوستيريور 1/3 هم بي نوعين من الاحساس، هذا هو هم بي نوعين شنو بوست بي شو اسمه تيست سنسيشن وكومن سنسيشن اللي هو النورمال يعني. هنا هذا راح يغذي الجلوسوفارنجيال. الدكتور قال الجلوسوفارنجيال عنده 4 وظائف يعني، لان هو بالنيورون مالته تعطي تيست وتعطي سبيشال سنسيشن والاثنين الباقيات نسيتهم، مو سبيشال اقصد كومن سنسيشن والاثنين ما اتذكرهم هسه. هذا كوردا تيمباني قلنا هو برانش مين؟ هو برانش من الفيشال نيرف، راح اشرحها حسب كلام الدكتور. هو مو برانش من الفيشال نيرف، يطلع من نفس المكان هناك اكو يعني من المكان راح يطلع بي راح يطلع من نيرف اسمه نيرف انترميدياس هيجي. قال اكو كتب يعني تذكره واكو لا، فهو من يطلع من عنده راح يروح للانفيرير تيمبورال فوسا. من راح يروح للانفيرير تيمبورال فوسا راح ينزل ويروح ويمشي ويا اللينجوال نيرف. شلون عندي كان اكو الش اسمه الهايبوغلوسال نيرف يمشي ويا السيوان يمشي ويا يعني يركبون سيارة ويروحون يغذون الأجزاء اللي يريدون يغذوها. فهو شلون يروح يعطي التيست سنسيشن من يركب ويا اللينجوال نيرف ويروح للأنتيريور بارت على مود يعطي الإحساس مال الذوق. هو بي بارا سمباثيتك سنسيشن، فهو يسموه أوتوناميك نيرف. هذا parasympathetic sensation راح ياخذه من فد غانجليون اسمها submandibular ganglion. هاي submandibular ganglion راح يدخل بيها وهناك يعني يسوي بيها هي هاي مال نيورو ويروح يطلع post ganglionic fiber. وانا ما راح ياخذ من submandibular ganglion راح يروح ويطي parasympathetic تغذية باراسمباثيتك للسابلينجوال جلاند وللسابمانديبولار جلاند. هسه نجي نقرا خفق وشي نسيته. It is fibers initial truffle with facial nerve for a facial nerve until it reach the facial canal in which separate from the facial nerve. هو من يوصل يم facial canal راح يعوف facial nerve وبرانش من عنده with the later exciting via stylomastoid foramen. راح يطلع من يا فورامين لستيلوماستويد فورامين، هاي ما ذكرتها، يطلع من ستيلوماستويد فورامين رانس ثرو ميدل اير. اي هاي هنا قال راح يمشي مشيه زينه بالميدل اير الكوردا تيمباني. راح تمام هذا هنا اي راح يمشي وين؟ راح يمشي بالكورد راح يمشي بال شو اسمه اللينجوال نيرف بالميدال اير مو اللينجوال نيرف كوردا تيمباني. وين راح يمشي؟ راح يمشي بالميدال اير وراها راح يروح وينضم لللينجوال نيرف قلنا ليجن وراح يمشي وياه ان ات انفرا تيمبورال فوسا. وين راح ينضم له؟ بالانفرا تيمبورال فوسا افتر ريتشينج فيا باراسيم بيتروسيمباثيتك فيشر. بعدين يطلعون شنو؟ راح يطلعون من باراسيمباثيتك فيشر وراها راح يروح للسبمانديبولار جانجليون
البريغان جريونك فايبر سينابس كيف بوستن سبلينغون انسامن ديبيرال جلاند والريست اوف فايبر كونتينيو وذاوت سينابسينغ. ما راح يسوون سينابس ويا السبمانديبيولار جانجليون، هذني قلنا راح يروحن ويسلمن الانتيريور بارت اوف ذا تانك على مود يعطي التيست سنسيشن. تمام، هذا كمل. هاي هنا ركزوا عليها انه هو طلع من استيلوماستويد فورامن، وهنا هو واللينجوال نيرف عفوا الانفرا تيمبرال فوسا على مود وين مين يطلعون؟ يطلعون من البيترو تيمبانيك فيشر، بيترو تيمبانيك فيشر. تمام، هسه التنسر فيلي بلاتيني هاي صراحة مو كلش فهمتها، هي عبارة عن لور موتور نيورون ليجن راح يصير بلور فور كرانيال نيرف اللي هو الفيغاس نيرف والجلوسو فارنجيال والهايبوغلوسال وال اكسسوري. هنا راح يصير الليجن بهاي النيرفات الأربعة. هذا هاي البلسي راح تسبب لي شنو؟ راح تسبب لي صعوبة بالكلام، وهم راح يعني حتى لو قدر يتكلم فهو أصلا كلامه راح يكون ما مترتب يعني، وصعوبة بالبلع ديسفاجيا. وهاي السيمبتومز راح تختلف حسب السيفيريتي اوف نيرف امبيرمنت، يعني حسب الاذيه اللي راح تصير بالنيرف حسب السيفيريتي. الديفينينج ساين از ويستينج اوف تانك وذ فاسكيوليشن. هنا راح نشوف هو التانك مو موجود بداخل النيزال بداخل الاورال كافيتي، راح نشوف من الداخل اذا جبنا ضوء وردنا نشوف راح نشوف هيك يرجف يعني يتحرك. هذا يقصد بي باي الويستنج اوف تانك وذ فاسيكيوليشن، طلعوها باليوتيوب موجوده. والابسنس اوف جاج ريفلكس، جاج ريفلكس من تجي تريد تفحص شو اسمه التونسلز بهاي يعني تجي تضرب اليوفيولا راح يصير فد ريفلكس، هذا نسميه جاج ريفلكس، هم موجود باليوتيوب. تمام، لهنا كمل الليكتشر. باي باي.